بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان كده استبس تود مسلني أتوق. قلنا أن هذه المسائل الأربع الدليل عليها سورة العصر. بس دقيقة من ذاك بوتود مسلنا دليلي أسر سورة علم نتعلم أول. برنش سئلم يعني برنش ذي بس بجنس. إذا تعلمنا نعمل. يقولون بوغان يمكن أمل قلمس. وإذا عملنا ندعو إلى هذا الذي تعلمنا. أمل قلب بوغان يمكن دالات قلمس. نصبر على العلم والعمل والدعوة. أمل كين إلم جا أمل جا ودالات جا صبر قلمس. صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. بو دنيا دا مش ناس لنا قلصاق الله نم إذن بلان قبر دكي سؤال وجواب برمس. وقلنا أن الصبر على ثلاثة أقسام. صبرا على طاعة الله حتى تؤدى وعن معصية الله حتى تجتنب وعلى أقدار الله. شلون بس دقنيمزدك صبرنا مش قسم بولو. برنشسي Tar ibadet kılışta sabır kılış. İkincisi haramla taşlaşta sabır kılış. Üçüncüsü Allah'ın takdirine sabır kılış. Yani هذا القسم الاول المسائل الاربع من هذا المتن المبارك. Bu olsa muşu kitap yani usulü selat diye kitabın birinci kısmındaki 4 mesele. Qulna al-qism al-thani min hadha al-matn al-masail al-thalatha. Bu kitabın ikinci kısmı biz degendek 3 meselenin özü içine alıyordu. Ma hiya al-masail al-thalatha? 3 mesele dediğimiz ne? المسألة الأولى أننا لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. برنش مسألة بس الله تعالى شخصس ونا توحيد الربوبية يعني بالفرديكار لقطة هم شو نقله ونا اسم صفات لدى يك يجان ذات بلش مسكرك. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. إشكينش مسألة Allah Teala'nın biz ibadette yek yegane de bilip itikad kılışımız gerek. Yani hiç kana bir ibadetini Allah'tan başka kılmamız gerek. El mesele الثالث البراءه من الشرك واهله يعني كيف نتعامل مع الكفار مع اليهود مع النصارى مع غير المسلمين. Üçüncü meseleyi kesek o olsa kafirlerin müşriklerin adacı da bulmak. Yani kafirlerle müşriklerle kandak muamele kılmız. Nعم. اولا نعرف التوحيد. Birinci biz tevhidin توحيدنا نيمي كان لجني ده بتاعي. لأنه قد يسألك سائل يقول أنا أنت موحد. مثلاً برس صورش ممكن سن موحد مسن يعني توحيد كأمل قلام سن. تقول نعم الموحد يقول ما هو التوحيد. سن هذا موحد ديسن لكن أسن دن توحيد دي جاني ماذا بصورة ده. تقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى يعني لا تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا. إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. سن من قد جواب بيرب دين كي توحيد دي جان الله تعالى توحيد ربوبية ده يعني بروردگار لخته هم شو نقله عبادة ده هم الله تعالى نقول اسم صفات لده بر يك يجانا ده بلب اتقاد قلش توحيد إذا معنى هذا أن التوحيد أقسام ثلاثة أمسى بوجي بمزدن كلب شختكي توحيد إيش قسم جا بلندو الأول توحيد الربوبية أم برينش قسمه توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله الله تعالى نؤذن بروردگار لخته يك يجانا ده بلش الثاني توحيد العبودية توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إيش كان يصير توحيد العبودية هم شو نقله توحيد الألوهية مدين له ببلصة الله تعالى عبادة يكي جانا برد بلش. نعم الثالث توحيد الأسماء والصفات. إيش كان يصير توحيد الأسماء والصفات يعني الله تعالى ونم اسم صفات لدى بر يكي جانا بلش. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. وبوصى الله تعالى اسم صفات لدى برد بلش. بأن نثبت لله سبحانه وتعالى كل ما أثبت سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبول ثاني ما بوديجنمس هنا نما يعني توحيد الاسماء والصفات. وديجنمس الله تعالى اذن كتاب ده ياكي بيغمر صلى الله عليه وسلم وسنته ده قندر بر اسم صفاتنا اوزكي اثبات قران بوصا اثبات لغان بوصا بزم صفاتنا ويسمني اثبات لاينس. وننزه الله سبحانه وتعالى عن ماثله الخلق. همش ضغط الله تعالى مخلوقات لغا وخشط ميمس. وننفي كل ما نفى الله عن نفسه. هم الله تعالى يزيد من قندق برناسنا إنكار قام بوسا بزم ونا إنكار قنص يعني إذا لا يمكن أن ننفي ما نفى الله عن نفسه لا يمكن أن إلا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبت مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ماثرة الخلق شنو ممكن بس فقط لا الله تعالى والله نم پیغمبر اونن قا اثبات قان ناس نلا اثبات قلالايمز هم شنو هذا إثبات قدرنا الله تعالى مخلوقات أوكش تبقي نعم إذا المسائل الثلاثة أننا أولا لابد أن نفرد الله بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. دمك بو إيش مسألة سنن برينش سي الله تعالى نه بربر دي قارلك اسم صفات لدى بر يكي يعني ده بلب إتقاد قلنا.
المسألة الثانية قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائن من كان، نبي أو ولي أو جن أو صالح أو ملك، لا يمكن أن نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. İkinci mesele Allah Teala onundan başka hiç kimge ibadet kılınışka razı olmaydı. Meyli o ibadet kılınan kişi peygamber bulamdı, ya ki bir vali bulamdı, evliya bulamdı, ya ki bir cinni bulamdı, ya ki bir başka birisi bulamdı. Allah Teala onun ibadet kılınışka razı olmaydı. El mesele thalitha. El muslim yuhab fillah hub kamil. Üçüncü mesele endi. Her bir Müslümanı biz yakışık görüşümüz gerek. Vel kafir yubgaz fillah. Hem şu takla kapırını Allah için yaman görüşünüz gerek. En kasemen nas fit te'amun ma'al yehud ve nasara ve kuffar ve mecus ila tarafeyn ve vasat. Na'am. Adamla kapırlığa muamene kılıçta, yani Yahudi'la bulamdu, Nasara'la bulamdu, ya ki otka çokunulan, otperestle bulamdu, ulağa muamene kılıç meselede üç kısmına bölündü. İşki kısım, işki talepte, bir kısım oturdu. Na'am. Kısım, yuamel kuffar bi an يتعدى عليهم بالقتل والسب والشتم وأخذ الأموال ولا يفي لهم بالعهود. بر قسم كبرلاغا ظلم قلب ولانا ميلرني ميلن أغلايدو ياكي ولانا أولتردو همشناقلا ولانا تلايدو همشناقلا ولاغا باكن أهد لاغا وطا قلمايدو. وقسم يشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم في طقوس حتى تظن أن هذا واحد منهم من الكافرين. نعم الصلاة والسلام. يعني بر قسم ديكي أدم لا Kapırlar bilen bille ulanın yetlerine mukatnışıdı, ulanın ibadetlerine mukatnışıdı. Hatta ki sen o mu aşu kapırlardın miki edip oylap kalsan dedi. Bu kısım etevassıt, hum ahli sünnü ve cemaat. Allah yüce'nü ve akum minhum. Yani bir kısım olsa ahli sünnü ve cemaat dur, ula ottura halde durdu. Allah Teala bizini aşuların kılsın. La te'adda aleyhim la bil qatil ve la bil sebb ve la bil şetim yefi lehum bil uhud. Ahli sünnü ve cemaat kapırlığa zulüm kılmaydı. Hem şundakla ulanı öldürmeydi, ulanın millerini oğlamaydı. Hem ulağa beygen ehdilege vapa kılıdı. ومع هذا لا يشاركهم في أعيادهم واحتفالاتهم في طقوسهم وفي لباسهم. لكن مشون أسان قطرب مو ولا كابرلان يدلرغا إبادت لرجع ولان كيم لرجع قطنش ميدو يا كي كابرلا أخشاش بوا ميدو. يتعامل معهم في البيع والشراء. ولا بل إلهم ستم مثل ده مثلا معاملة قلدو ولا دن إلهم ساتدو برنسلني. يدعوهم إلى الإسلام. هم شو دخل ولان الإسلام دنغا شاكردو دعوت قلدو. يتميز عنهم. هم أولادن أيرلند تردو يعني مسلمان كابرلادن أيرلند تردو. هذه هي المسائل الثلاثة. بو سؤال إيش مسألة؟ إفراد الله سبحانه بالربوبية والأسماء والصفات. برينش الله تعالى نبهرلدي قارلخته هم اسم صفات لذا بردبليش. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إيش كينش الله تعالى نعبادة بردبليش؟ البراءة من الشرك وأهل ألا نكون كالمشركين. نعم. وكينش مسألة كابرلادن مشركلادن عدا جدا بولش ولابلن بالله مصلح. نبرأ بالقلب. يعني تبرأ بقلبك أن تكون من المشركين بالاعتقاد. قنا قلت كابر لادن على جذابومز. دلمز بلن. يعني دلمز بلن ولان اعتقاد تبومايمز. وكذلك عمل القلب أن لا تحبهم. هم شو نقول جريمز بلن ولان يخش كمايمز. وباللسان تقول بلسانك إنني براء مما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. نعم. شو نقول تلم بلن كابر لادن على جذابولشون كده. قنا تلم بلن على جذابولسن. Ulağı uç başkara men sile ibadet kılmaktan men sile ibadet kılmayman silahını men ibadet kılmaktan men sile ibadet kılmayı sile de başına uç başkara deyişim. Ve bil cevaih la tuhalit al kuffar fi iyadim ve ihtifalatim ve fi tuqusim. Naam. Hem şimdi akıla uzana azalırın bilen kapırların orada cüda buluşun gerek. Kanda kapırların yetlerine ulanın ibadetliğe katlaşmasların bilen. Vallahu a'lam. Allah yakışı bilgi için doktor.